الشوط الجميل والكل حاضرا ما شاء الله والكل متواجدا في هذه الانطلاقات. يقول الركض يبغي له طليعة سبوق والطابور تشعاه، يلي ركضها على الطبيعة ما حاطها الدحتور بدواه، حمرا مذارعها رفيعة مدخل راع الضمر فمطاه واخر نهايته سريعة من مركاضها ما تلحق اقصاه. شكرا يا الغنامي، شكرا يا ابو حمد على هذه الابيات الجميلة. والسبوق دائما دائما لها وصف مميز، والشعراء ايضا يتميزون في وصف تلك السبوق المعتادة. نتمنى ان شاء الله التوفيق، نتمنى الناموس لجميع الاخوة المشاركين. شوطنا الاول الرئيسي الحساس دائما يفتتح مع احد الاسامي التي مشاعة في هذا الميدان. جود نايت، ما شاء الله هي من تستفتح اذاعتنا، هي من تسيطر على المركز الاول الملكية. سالم بن حميد الشاعر العليلي، يالله اليوم، ولكن ارى التغيير، ارى التغيير من الفاتنة عبد الله بن راشد بن سعيد بالغافرية. اول مراكز غيرت ثلاث المراكز، هناك من الجانب الثاني فلك عبد الله بن علي بن واز المركز الرابع ما شاء الله تبارك الرحمن اللي هي جميلة. سيف بن مطر بن واس بينما اللي في المركز الخامس يا سلام كحالة في المركز الخامس كحال لحمود مضحي بن سعيد المقبالي. سادس المراكز هناك من الجانب الثاني مكرم أحمد محمد بن قضيب المركز السابع، الذيبة مطر بن سعيد بن حلوة ثامن المراكز، هناك مثيرة محمد بن خليفة بن قحيد المركز التاسع. المركز التاسع ما شاء الله تبارك الرحمن اللي هي اللي هي اللي هي سلسبيل سعيد محمد سعيد المري. وفي المركز العاشر هناك في احمد الهلال مبارك الفلاحي. هكذا ايها الاخوه كانت النتيجه، هكذا ايها الاخوه كان الوصف التفصيلي للعشر المراكز الاولى. شوف والله الجماهير كثيره، الجماهير كثيره، الجماهير حاضره في هذا اليوم الجميل، في هذا اليوم المميز، هذا اليوم الذي ننطلق فيه مع اسبوع انطلاقة السبوع السابع لسن الحجايج وبالغافرية. وهناك كحال وفلك وجود نايت والذيبة خماسية بنقول، ولكن وين المسافة؟ بعدنا 1200، بعد 1200 متر اللي تبقى عن خط النهاية، 1200 متر اللي تبقى عن خط النهاية. فلك ولا الفاتنة عبد الله بن راشد بن سعيد بالغافرية كحال من الجانب الثاني لحمود بن ضحي بن سعيد المقبالي. جود نايت وصلت، وصلت جود نايت الشهيرة، الشهيرة ولا ما اسميها المشهورة في ميدان الطي، سالم بن حميد الشاعر العليلي من يقدم جود نايت. يا سلام النقلة على فلك لعبد الله بن علي بن واس، تأتي المركز الرابع، المركز الخامس، يا سلام يا الذيبة مطر بن سعيد بن حلوة المركز السادس. هنا أول ندى ولا مثيرة محمد بن خليفة بن قحيد. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة، هكذا أيها الإخوة كان الوصف التفصيلي للمراكز ذحناها. عليكم بالوفاء والتمام. يالله الشوط، يالله الشوط بدون جر، الشوط يبغي ير شوي، الشوط يبغي فر وكر، يبغي ناموس، يبغي الاندفاع. الله يا من يا بالغافرية هنا مع الفاتنة اللي تقريبا مسيطر على المركز الأول منذ الانطلاقة، منذ الانطلاقة وهي مسيطرة الفاتنة، ولكن الذيبة بدأت تقترب. فلك مثيرة، وهناك كحال اللحظات الأخيرة، اللحظات الجميلة. الله يا بنوني من يضمر حقيقة هنا الذيبة ولا نعم الفاتنة بنوني، ولكن مثيرة اللي بدأت تقترب، مثيرة مثيرة مثيرة. هناك محمد بن خليفة بن قحيد الذي يقدم مثيرة في يوم الإثارة، في تاريخ الإثارة. تهانينا يا هالي زحبيل، وسلام سلام زحبيل، سلام 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 على هذا الأداء الجميل والمميز التي تقدمه مثيرة. ها هي لحظات وصول لخط النهائي، المركز الثاني لراشد عبد الله بن راشد بن سعيد بالغافرية اللي هي الفاتنة، المركز الثالث الذيبة مطر بن سعيد بن حلوة، المركز الرابع عبد الله بن علي بن واس، المركز الخامس للسيد حمود بن ضحي بن سعيد المقبالي. 4 دقائق التوقيت، 34 ثانية. تهانينا والناموس.